السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كنرحبوا بكم في القناة ديالكم وكنتمنوا لكم إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة. بعد ما لحنا لكم واحد الفيديو ديال واحد البيتزا وقلنا لكم واش غادي بغيتوا العجينة نوريكم الطريقة باش تصوبوها ولاصوص، أيضا هذا الفيديو خاص بهذيك العجينة وبهذاك لاصوص باش صوبنا هذوك البيتزات. بالنسبه للسيده اللي قالت لينا شاف هذا الفيديو ما درتي لنا فيه والو، ما شفنا عجينه ما شفنا، حنا راه استشرنا معكم قلنا لكم الا بغيتوا ان شاء الله نلوحوا لكم اسميتو، وفعلا بالسوء بالرد ديالك اللي رديتي وبالرد ديال الناس الاخرين اللي ردوا حنا غادي نصوبوا لكم داك الشيء اللي بغيتوا. مرحبا بكم. عندنا واحد نص كيلو ديال الفرس، عندنا زيت الزيتون، شويه الزيت العادي زيت الزيتون يعني الزيت البلديه، وشويه الزيت الزيت العاديه. عندنا الخميره تاعنا تقريبا واحد 15 غرام، عندنا الملحه واحد 10 غرام، شويه ديال السكر. دائما السكر كنديروا غير شويه، واحد المعلقه كبيره غادي نعمروا معلقه كبيره ان شاء الله نديروها فهاد في نص كيلو ديال الفرس. دائما باش العجين ديالنا ما يكونش ملي نديروه في الفران خصو يطيب ياخذ اللون ديالو زوين ان شاء الله. هنا عندنا الماء دافي، هذا هو بالنسبه للعجينه. بالنسبه للصوص ديال البيتزا عندنا مطيشه، عندنا البصل، عندنا فلفله الحلوه، عندنا فلفله حاره، عندنا هاد يعني القزبور، قزبور بوحدو، عندنا الثومه، عندنا الزعتر، عندنا زيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي يمكن لنا نديرو في هاد لاصوص ديالنا ان شاء الله. والمكونات ديال العجينه هي هذه، على بركه الله نمشيو مباشره باش نعجنوا العجينه ديالنا. هيا ناخذوا الخميره ديالنا نديروها، ناخذوا ان شاء الله زيت الزيتون، ها هو نخلط مع شويه ديال، وناخذوا السكر، السكر ملعقه كبيره ما نفوتوهاش، ما بغيناش يكون الحلاوه في هذيك العجينه، ما بغيناش تكون الحلاوه. ونمشيو على بركه الله نعجنوا العجينه ديالنا. من الاحسن العجينه ديالنا ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه، يعني شاده راسها. وملي كنسمعوا الماكينه ديالنا لا ماشين ديالنا كتضرب العجينه وما بقاتش كتشد في لاباسين في الجناب ديالها، سافو دير راه العجينه ديالنا تعجنات مزيان. باش مما عجناها باش مما كتجينا عجينه متماسكه وزوينه ان شاء الله. ها هي شفتوها عجينه، ماشي عجينه جاريه بزاف، عجينه شاده راسها. ها هي كتجي هذه صالحه خاصه بالبيتزا ان شاء الله، كتجي رائعه. وملي كتعجن ما كتشدش في اليدين، ما كت هي هذه هكا ان شاء الله. غادي نحاولوا نقسموها باذن الله على حسب العدد اللي بغينا نخرجوا منها. غادي نخرجوا منها وحده، ها هي جوج ثلاثه، يعني غادي تخرج واحد العدد نقدروا نصوبهم ونحطوهم عندنا في الثلاجه في حاجه بارده الفوق ديال الثلاجه. وقت ما بغينا البيتزا كنخرجوا داك الخبز اللي هو طايب نصف طياب، داك العجين اللي هو طيب نصف طياب، ونحصلوا على نتيجه ان شاء الله زوينه. غادي نخرجوها انتم شحال من بياسه، 8 ديال لي بياس زوينين، 8 ديال لي بياس ان شاء الله اللي غادي يخرجوا لينا فيها باذن الله. كنسرحوا العجينه ديالنا مزيان، غادي نجيب واحد الرولو، الرولو نبداو نسرحوا العجينه ديالنا بالطول وبالعرض، ناخذوا الفورمه اللي بغينا ان شاء الله. ها هي كنجروها شويه بيدينا بحال هكا باش تعطينا واحد دائره اللي يمكننا نعتمدوا عليها ك باز ديال البيتزا ديالنا. وراه ما كان اسميتو لان كنرقوها مزيان، كتجي رقيقه ما كتجيش يعني كبيره بزاف. ونجيبو نتقبلوا البيتزا ديالنا بحال هكا، وملي نوصلوا لهذه العمليه خصنا الفران ديالنا نشعلوه ان شاء الله
نشعلوه درجة الحرارة 180 درجة ديال الحرارة، ونقادوها بالمول إلا بغينا نديرو مول، ونقادوها من خلال هذا المول بحال هكا من الداخل، كنديرو ليكوتي ديالها كيجيو قد المول بالصبعة ديالنا بحال هكا. ما بغيناش كندورها غير بيدينا، كيبان لينا في العين ملي كنشوفو فيها كنشوفو انها تقدت بارك عليها ان شاء الله. بالمول كنعطيها واحد الدائره مقاده شويه بزاف كتجي زوينه. هنا كناخذو العجين ديالنا بحال هكا، الا ما بغيناش تعوج لينا كنديروها بهذه الطريقه ان شاء الله. هانتوما شفتوها طريقه سهله بسيطه، وتحاولوا تقدوها مره اخرى وتقبوا، لان ملي كتعاودوا تقدوا فيها كيتسدوا لكم ديك النسمات، خصنا نحلوهم ان شاء الله. ها هي بحال هكا، هنا هو سخن، غادي ندخلو لي بيتزا ديالنا لي فون ديال لي بيتزا ديالنا بحال هكا ونسدو عليه. يعني الطياب ما غاديش نطيبوها الى درجة كبيرة، غادي نطيبوها نصف طياب ان شاء الله. هنا غادي نقشرو البصل ديالنا، نزيدو ليه القشرة الخارجية. البصل كيجي مزيان في البيتزا، كيجي المذاق ديالو زوين ان شاء الله. خصنا غير نشوحوه مزيان بوحدو والقزبور وشوية الفلفلة قبل ما نديرو مطيشة. درنا بصلة واحدة كبيرة، هاهي درنا بصلة واحدة، غادي ناخدو فلفلة حلوة حمراء، نقطعو البصلة ديال الفلفلة ديالنا الحلوة، غادي نقطعو شرائط صغار، من الأحسن تكون باينة. نديرو شويه ديال الفلفله حاره، ما نكتروهاش غير شويه. هانتوما شفتو واحد الكميه بسيطه. كنقطعو القزبور ديالنا قطع بحال هكا كنضيفوه، يعني هاد الحشوه كلها كنضيفوها، يعني زيت الزيتون يا كنضيفو شويه ديال الزعتر، نضيفو الملحه، ونضيفو يعني ثومه. ان شاء الله نغسلو الماطيشه ديالنا، نقطعو مطيشة ديالنا باش نطحنوها ان شاء الله، ضروري نطحنوها. نرفوها فوق الجميع ديالنا، هادي نقدرو نديروها في شي قميلة مسدودة او في شي كسرونة او في شي مقلة كبيرة، نطيبوها مزيان. هاد المقادير كلهم خلطناهم في خطره واحده
وغادي نديرهم ويطيبوا هما اللي غادي يكونوا لاصوص البيتزا الرئيسيه اللي كتجي رائعه وتجربه خير بها. جربوها ما عمركم تنساوها لانها كتجي فعلا بنينه بنينه بزاف. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي لاصوص ديالنا اللي وعدتكم باش نوريها لكم، وهذا هو الخبز ديال اللي يمكننا نسبقوه مسبقا. هانتوما كيجي رطب وكيجي خفيف وكنديروا ليه هاد الطياب، ما نديروش ليه الطياب قاصح باش ما يتهرسش وباش ما يجيش قاصح، لان كنخوي عليها لاصوص ديالنا، نديروا شويه ديال الفرماج ونديروا ندخلوها واحد شويه الفران غير طيب شويه نخرجوها ان شاء الله كتجي زوينه. بالنسبه للاصوص هذه هي لاصوص، راك غادي تشوفوا الفيديو، غادي تشوفوا الطريقه باش صوبتها. اللي بغاها تكون ليكيد جاريه شويه يطحنها مازال الا بغى يطحنها، اللي ما بغاهاش انا كنفضلها بحال هكا تكون تخينه شويه، تخينه وتكون يعني باين فيها الفلفله وباين فيها المسائل، وكتجي رائعه ان شاء الله. نتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.